لا افتح عيونك أبي، أبي لو سمحت افتح عيونك، بوس إيدك افتح عيونك يلا أبي، بترجاك أبي لو سمحت افتح عيونك، رد علي أنا جنبك ما رح أتركك، يلا افتح عيونك في بقى بترجاك يلا ارجع لي، افتح عيونك أبي يلا. لا أبي افتح عيونك بترجاك، رد علي أنا جنبك ما رح أتركك، افتح عيونك لو سمحت يلا فيق فيق وارجع لي، لازم تفيق بسرعة، قوم أبي لا تتركني لحالي، قوم يلا قوم وحط لي الصبغة الحمراء على جبيني، قوم يلا عم بستناك أنا، قوم بقى لا تتركني لحالي وتروح، تحدى الموت وارجع لا تخليه يهزمك، يلا قوم اعمل اي شيء بس لا تروح وتتركني، انا ما فيني اتحمل العيشة بلاك، قوم ارجع لي ابي، قوم يلا قوم بقى خلاص يلا، قوم قوم لا تتركني. خلاص هو مات وما عاد موجود، ما حالفه الحظ انه يبقى عايش، ولهيك اطلبي له السلام، أنا طلبت مشانه، لما الواحد بيطلب رح يحس بالسلام، بنصحك تطلبي له وترضي باللي صار، ارضي بهذا الواقع. قصدي أقول إنه ما حدا بيرجع من الموت، وهالشي مستحيل يتغير هالمرة. ليكي ما في حدا مات ورجع على الحياة من جديد. يعني أبهشيك بريم ميهرة هو رح يحصل على الخلاص، ورح يتحرر من أحزانه وفرحه وهمومه وكل مشاكله. رح يخلص من كل أغلاطه ومحاسنه ومنك، هو رح يخلص هلأ ويرتاح منك للأبد، وهلأ صار فيك تعيشي حياتك من أول وجديد. سكوت ولا بقى تحكي شي، بتمنى أنه رجالك ما يردوا عليك لأنك واحد شرير كتير، إذا بتحاول تقتل زوجي معناتها أنت كمان رح تموت. ما رح يصير لك شيء، هن راحوا من هون، هن راحوا صدقني ما رح يصير لك شيء أبداً، أنا